كما هو معروف أن الزواج هو عملية تأسيس أول خلية اجتماعية رصينة في المجتمع، وهذه المسألة يحتاج لها تفاعل ومعرفة، معرفة بالذوق، بالنفس، بالثقافة. أما يأتي آخر وسيط مهما كان اسمه أو واسطته، فهذا أول خلل في إقامة هذه العلاقة الإنسانية الرصينة. امرأة ورجل بزواج يحتاج لها جلسات طويلة، لا سيما نحن الآن نسميه الحداثة السائلة، الأخلاق السائلة، يعني علاقتنا هاي علاقة افتراضية سواء على الفيس أو عن طريق فالعلاقة الافتراضية نتيجتها أيضا افتراضية. الزواج لازم يتأسس على خطوات معرفة وعلى خطوات تفاهم وعلى خطوات تجاذب، هكذا تقوم الرصانة عملية الزواج. اليوم هي الشغلة هي حلوة وإيجابية نفس الوقت، بس اليوم مو كل بشر يتقبلها. اليوم أنا ذات حاجيني مثلا شاب، وخاصة مثلا أعزب، مثلا عندنا الحجيات أمهاتنا الله يخليهن، فهي تختار لك العروسة هي بدورها شنو، بعد أنت تروحين تشوفينها، اقتنعت اقتنع ما اقتنعتي بعد الله والعذرين. أولا هذا بالنسبة لي أعتقد فاشل، يعني مع الخطابات، يعني أحب يعني يكون اثنين، واحد يعرف الأخ أو عنده علاقة وياها أو عن طريق الأهل، هذا لا ناجح، بس مع الخطابات فاشل بالنسبة لي. والله هي بالوقت الحاضر العالم جاي تتقبلها صراحة، بس هي خاطئ، لأنه التعارف عن طريق الفيس أو عن طريق هاي الجروبات راح يكون خلط، لا هو يعرف البنية ولا البنية تعرفه، فشو راح يتناسقون بحياتهم؟ وهاي حياة زوجية يعني عمر طويل راح يصير، فيجوز ما يتناسقون.